نعم الصفات. اليوم نحن نتحدث عن احتلال، وهذا الاحتلال مختلف الأراضي العراقية، احتلال غير ملتزم غير منضبط، نعم احتلال عاش في الأرض فسادا، قتل العراقيين أبرياء، قتل من الجيش من الشرطة من الحشد الشعبي، وبالتالي ليس له حرمة وليس له درع وليس له حصانة في أي مكان من الأرض العراقية نعم أينما كان. وبالتالي الطرف الذي يستقبل هذا العدو وهذا المحتل عليه أن يتحمل معهم مسؤولية استضافته أو احتضانه في أي مكان من هذا البلد. أعتقد أن العراق هو شرعية، وأن سياسة العراق هي شرعية، وأن حرية العراقيين هي شرعية نعم فوق كل الشرعيات وفوق كل التسميات وفوق كل الحسابات. ما نتحدث عنه عن حرب مفتوحة مع المحتل لا تطالب بأسماء وتوصيفات، هذه أصبحت يعني مسألة مستهلكة. ماذا تريد أن تقول بأسماء وتوصيفات معينة، أسماء أشخاص، أسماء فصائل؟ ماذا يعنيك هذا الأمر سواء كان كإعلامي أو كسياسي أو كمراقب، كان من كان؟ أنت يجب أن تركز، عفوا أنا أقول أنت أي طرف، نعم عندما نريد أن نتحدث عن الموضوع يجب أن نتحدث عن المستهدف والمستهدف. نعم المستهدف هو المحتل سواء كان ضابطا أو جنديا أو رقيبا أو باختصاص مختلف، نعم أو كذلك المستهدف هو العراق وأبناء العراق أينما كانوا، سواء كانوا في كتائب سير الشهداء في غير كتائب سير الشهداء. لا نبحث عن القشور، نبحث إلى اللب ونذهب إلى لا اللب لمناقشة شيخنا أصل العزيز، الموضوع. معذرة اللب هو أن هناك قوات للمقاطعة، احتلال يجب أن تخرج من العراق، والمقاومة حق من حقوق الشعب العراقي. ما دفعني إلى هذا السؤال، اللب قد وصل، ما على الأرض نعم قد وصل. في مرحلة من بلى المراحل كنت قد سألت عددا من الأخوة في فصائل المقاومة التي ظهروا معي عندما كانت هنالك استهدافات، قالوا نحن لم نفعل هذا، ما فعلته أو ما يفعله الآن السفارة الأمريكية. أعيد السؤال بصيغة أخرى، هل هذا الفعل واضح الآن هو من فعل فصائل المقاومة العراقية لأنها تمتلك شرعية مقاومة المحتل؟ هذا الذي أنا أريد إجابة له. أولا الحديث عن كل عملية مختلف عن الأخرى، وبالتالي كل واحدة لها خصوصياتها ولها حيثياتها. نعم عندما يكون هناك استهداف بشكل خاطئ بنسبة كبيرة وقد يطال أطراف ليست لها علاقة ويمكن أن يطال مدنيين، وفي بغداد تحديدا حصل أكثر من مرة، نعلم أن هذا كان إما يعني بجهات خارجية وبعض العناصر المرتبطين بها، وبالتالي هذه المسألة حتى التحقيقات ثبتت ذلك، ولكن للأسف بعض الجهات التحقيقية في العراق ليس لديها الشجاعة أن تظهر هذه التحقيقات. نعم عندما يكون استهداف إلى قاعدة عسكرية أينما تكون فهذه هي المقاومة بدون نقاش وبدون يعني وأطمئن الجميع، نسبة الخطأ في سلاح المقاومة الذي يستعمل نسبة ضئيلة جداً في الحسابات العسكرية، 100 متر لا تغير شيء من المعادلة، وبالتالي هي في يعني نسبة الخطأ أقل من 100 متر لا تغير، وبالتالي ليس هناك أخطاء تذهب إلى المدنيين أو تذهب إلى أهداف أخرى، وبالتالي حتى التصعيد الإعلامي ويعني قضية التصوير أن العمليات تطال المدنيين، أطراف سفارة، أطراف ما أدري إيش، لم تصب أهدافها. الأمريكي هو الذي يتحدث، هو الذي يشخص الضربة أين كانت ومن إذن الذي أنا أصيب آخذ عن بها لسانك يا وما هو. شيخنا العزيز، أنا آخذ عن لسانك أنه فصائل المقاومة العراقية هي التي استهدفت القواعد الأمريكية العراقيون في جميعا، الهجوم العراقيون الأخير. جميعا، وهذا ليس عفوا، هذا العراقيون جميعا، وهذا ليس تنصل عن المسؤولية بل هذا شرف، ولكن حتى لا نجحف حق الشعب العراقي بالمقاومة ولا نصور الشعب العراقي شعب خائف من المقاومة ومن المحتل، وبالتالي هو يرتجف ويذهب إلى القهقري. المقاومة هم أبناء الشعب العراقي وهم يمثلون الشعب تمام، العراقي، واضح الفكرة. والشعب العراقي قال كلمته في هذا الأمر.